خلينا نروح بعد كده لمقر موقع جريدة الشروق، ومعانا لايف فيو مع أبرز عناوين الصحافة الرياضية النهاردة ومراسلتنا مريم سميح. يا مريم صباح الخير. يا صباح الفل عليكم على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بصبح عليكي يا نهاوند وصباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل. عايزة كمان أهنيكم وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أنتِ طيبة. كل سنة وأنتِ طيبة يا مريم، وكل سنة وكل أهلنا بخير يا رب. وأنتم طيبين وبخير وكل مشاهدينا بخير. طيب الأجواء عندك عاملة إزاي بقى يا مريم؟ من مقر جريدة الشروق. أخبار الصحف. هاخدكم في جولة صحفية لأبرز العناوين الرياضية النهاردة. عندنا من جريدة الشروق تجديد تعاقد مروان محسن مهاجم الأهلي لمدة 3 سنين إضافية لحد عام 2024. هو المفروض أن التعاقد بتاعه كان هينتهي في صيف 2021. طبعا دي كانت تصريحات يعني تنقلها أو تداولها وكيله تامر النحاس. وطبعا احنا عايزين نفتكر برضو أن مروان جه عام 2016 للنادي الأهلي أو تعاقد معاه مقابل 10 مليون جنيه. عندنا برضو من الشروق ايضا ان تقارير صحفية في بريطانيا اكدت ان نادي هادرسفيلد بيرغب في ان هو يبيع رمضان صبحي لاي نادي اوروبي، بس رغبة رمضان الاصلية ان هو يجدد اعارته للنادي الاهلي. من موقع يلا كورة عندنا منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الوداد المغربي امبارح اتعادل بصعوبة شديدة 1-1 مع نادي مولودية وجدة، ودي كانت أول مباراة تقام امبارح بعد استئناف الدوري المغربي في جولته الـ19 بعد توقف دام بسبب فيروس كورونا. على الصعيد المحلي كمان عندنا من موقع الشروق الكاف حدد مباريات دوري نصف دوري أبطال أفريقيا بحيث أن المباريات الذهاب هتبقى 25 و26 سبتمبر المقبل، والعودة هتكون يوم 2 و3 أكتوبر المقبل. من اليوم السابع عندنا اتحاد الكورة أكد أنه هو هيجري مسحات للاعبين والجميع المشاركين في الدوري المصري كل 3 أيام، ده طبعا بعد يعني اكتشاف أو إصابة 18 ظهور 18 إصابة في الإنتاج الحربي. على الصعيد العالمي كمان عندنا من موقع كورة عندنا نادي الغرافة القطري قال إن هو بيرغب في ضم فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي الحالي. واخيرا من موقع يلا كوره عندنا انزي جراي لاعب ايفرتون السابق وضح ان هو ممكن يكون في انتقال لصلاح وماني لريال مدريد وبرشلونه. دي كانت جوله سريعه مع اهم العناوين الرياضيه سواء على الصعيد المحلي او العالمي، وتمام كمان خصوصا على صعيد النادي الاهلي. عوده اليكم في الاستوديو مره اخرى. شكرك يا مريم جدا، يعني تغطيه وافيه خلينا نقولها بالشكل ده. شكرا. صحيح.